لو جينا اطلعنا هلا انا هدفي بدي احول الشكل التالي، هي في عندي انا هون امبلس النقطة معينة بالزمن صارت دلتا تي، واذا بدك سميها سي دلتا تي انها مضروبة في سي، وهاي صارت عند النقطة زمنية معينة، طبعا هي المفروض احطها تي ماينس تي نوت او شيء زي هيك. وهاي بدي احولها للشكل التالي في التايم دومين، هاي التايم دومين، هاي التايم دومين، هاي بدي اخذ هاي النقطة هون بدي احول هاي لهذا الشكل، هاي عرضها من هون كابيتال تي اللي هي سامبلينج تايم. هلا اطلع على هاي، هاي شكلها هاي، احنا عمالنا بنقول طبعا رح تيجي وحده ثانيه بعدها مش هيك؟ واللي تيجي بعدها في لها كمان اللي لها، نرسمهم بخط خف مثلا بلون اخف، لو رسمناهم بلون خفيف حتى نميز الاثنين مع بعض، ولو رسمنا هاي رسمها باخضر. انا عمالي بقول في بعدها بفتره هاي هاي، وهاي بدنا نحولها كمان نفس الاشي، وراح يجي بعدها او قبلها كمان وحده نفس الفتره الزمنيه هاي، نفترض انها هيك، وهاي نفس الاشي. هلا انا راح اركز على وحده منهم، اذا حليت مشكله وحده منهم راح تنحل مشاكلهم كلهم الثانيه، مزبوط؟ هلا انتوا احكوا لي كيف بدي احول هاي الامبلس لهذا الشكل، هذا الشكل. جيت انا كاني دخلت لك على السيستم قلت لك هاي امبلس واعطيتك قيمه امبلس، دخلتها على انبوت، بدي الريسبونس يكون هيك من اوتبوت تبع السيستم. واضح الكل فاهم شو السؤال؟ هاي عندي هون، هاي زيرو اوردر هول، زيرو اوردر هول، اذا اعطيته سيجنال زي هاي بيعطيني الاوتبوت بنفس الزمن هون زيرو اوردر لانه ما في تاخير. كيف ممكن احول هاي الامبلس؟ يلا انتم من خبرتكم معرفتكم، كيف ممكن احول هذا الشكل لهذا الشكل؟ هذا بدايته ايش بيشبه؟ ستيب مزبوط؟ بس ايش مطروح منه؟ ستيب ثاني، فهذا كانه يساوي ستيب زي هيك وستيب زي هيك، مضبوط؟ هذول الاثنين، كيف بحول امبلس لستيب؟ تمام انتجريشن. اذا انا في شيء راح يكون جزء منه راح اعمل انتجريشن، وبدي اعمل كمان انتجريشن مضبوط؟ مش هذا كمان ستيب انتجريشن، بس هذا شو الاختلاف فيه؟ ماينس. تمام في ماينس، بس ايش كمان الاختلاف الثاني فيه؟ في تايم شيفت. هاي اللي هي الاف زيرو اوردر هولد، ماشي الكل فاهم شو عملنا؟ قلنا انه هاي، هاي بقدر امثلها عباره عن سم اوف تو ستيبس مضبوط؟ واحده منهم تطرح من الثانيه، لاحظوا بعد النقطه هاي شو راح يصير مجموع هذول الاثنين؟ زيرو، لانه هذه بلس سي وهذه ماينس سي، وهاي هون بلس سي، والزمن هذا بينهم هو تي او تي اوف اس. سامبلينج تايم. فانا عمالي باخذ هاي، هاي بتصير بنفس الوقت لانها زيرو اوردر هول، بنفس الزمن اللي موجود هون. فعمالي بعمل انتجريشن للامبلس هاي، اذا عملت انتجريشن راح تعطيني واحد على اس لامبلس، انتجريشن لدلتا تي مش هيك؟ تعطيني واحد على اس او يو اوف تي. وبعديها بتي سكندز اللي هو ديلي، الديلي في التايم دومين شو بعطيني بالفريكونسي دومين؟ بالكومبلكس فريكونسي دومين اي تو ذا ماينس تي اس مش هيك؟ اذا بعمل ديلي بمقدار تي سكندز او ماينس تي سكندز بتاخر تي كابيتال تي سكندز، هذا بالفريكونسي دومين بيمثل اني اضرب في اي تو ذا ماينس تي اس. متذكرين هاي العلاقه؟ يعني اف اوف تي ماينس تي نوت بقابل بالفريكونسي دومين e to the minus t نوت، والإشارة هون ماينس والإشارة هون نفس الإشارة. ها إذا هاي صارت عندي هي الترانسفير فانكشن تبعت زيرو أوردر فولت، واحد ماينس e to the minus t s، إذا بدك شيل الاس من هون معروف إنها سامبلينج، هذا على اس. أوكي هلا رح نشوف وين تطبيقها.